فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقول أختنا: حصل خلاف بيني وبين زوجي، وبعدها بكيت بصوت عال وبشدة، وبعدما هدأت أنكر علي زوجي هذا وقال: لا يجوز، وهذا نياحة. هل البكاء بصوت عال يعتبر من النياحة؟ لا أدري ما هذا البكاء العالي، فإن كان شهيق وعبرات ونحوها فأرجو أنه لا حرج. النياحة إنما هي البكاء على المصيبة، التوجع والتضجر مما يقضيه الله، مات ميت، تلف مال، سقط إنسان من مكان عالي فيصرخ، هذه هي الصاعقة التي برئ النبي عليه الصلاة والسلام منها. أما أن يضام إنسان ويحجز عن كبت عبراته فتنهم الدموع وتتوالى شهقاته، فأرجو أن ذلك ليس من هذا الجانب. ومع ذلك فإن الصبر والتغلب على المحن والمشاكل وتعويض النفس تحمل ما تلاقيه من الأمور النافعة المفيدة، والله أعلم.